مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم الى هذا اللقاء الجديد الذي جمعنا بكم ضمن هذا البرنامج اضاءات. في اضاءتنا لهذا اليوم مشاهدينا سنسلط الضوء حول جمعية، هذه الجمعية تقوم بمهام عدة، تقوم بأنشطة عدة. حديثنا لهذا اليوم سنتحدث فيه عن الجمعية ذوي الاحتياجات الخاصة للتنمية عدن، حيث أن هذه الجمعية لديها قرار إسناد بالشراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، وأكد أيضا مع محافظ محافظة عدن، وذلك من أجل تسيير نشاطات هذا المجمع وتطوير وتحديث البرامج، مجمل البرامج والأنشطة التي تتجه التي تستهدف فئات محددة من ذوي الاحتياجات الخاصة ذوي الإعاقة في محافظة عدن. إذن كل ذلك سنتحدث فيه حول هذه الجمعية وما تقوم به هذه الجمعية وما تقدمه من خدمات جليلة لذوي الإعاقة لذوي الاحتياجات الخاصة للتنمية في محافظة عدن. دعونا نستضيف في حلقتنا لهذا اليوم رئيسة جمعية ذوي الاحتياجات الخاصة للتنمية في محافظة عدن الأستاذة ليلى باشميلة. بداية مرحبا بك الأستاذة ليلى عبر قناة عدن الفضائية. أهلا وسهلا. في البداية أشكر قناة عدن الفضائية على اللفتة الطيبة للاطلاع عن كتب عن النشاطات التي تقوم بها جمعية ذوي الاحتياجات الخاصة، وكما تعلمون أن الجمعية لديها قرار إسناد وشراكة مع مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل وقرار مكتب محافظ محافظة عدن بكيفية إسناد هذا المركز، على أساس أن تقوم هذه الجمعية بتنفيذ كافة النشاطات وتحديث والبرامج التي توجه لذوي الاحتياجات الخاصة في محافظة عدن. نعم. أستاذة ليلى، عندما تحدثنا بداية حول هذه الجمعية، مهام هذه الجمعية، نشاط هذه الجمعية، ما الدور المفعل الذي تقوم به هذه الجمعية؟ حدثنا عن كل ما يعتمل في هذه الجمعية، تفضل أستاذة ليلى. طبعا الجمعية مع المجمع المهني، نعم، نحن ركزنا على ثلاثة أنشطة. نعم. هذه الأنشطة كلها هي مطلوبة لسوق العمل ومطلوبة على أساس أن احنا كيف ندمج، لأن من أهدافنا هو دمج المعاقين في أطار المجتمع. نعم. سواء كانوا من أطفال أو من الشباب. لدينا ثلاثة أنشطة نحن بنشتغل عليها. ما هي؟ النشاط الأول هو التدخل المبكر. ونعني بالتدخل المبكر هو الحد من تطور الإعاقة. معنا كل ما تدخلنا مبكرا كل ما حدينا من تطور الإعاقة وكل ما كانت الاستجابة أفضل. نشتغل على برنامج بورتج، وهذا برنامج بورتج هو مقنن على ذوي الإعاقة من سن 3 سنوات إلى 9 سنوات. نركز فيه على تعليم الأطفال. هذا برنامج جديد؟ برنامج جاي. هذا يعمل به على مستوى الوطن العربي بكامله. نعم. هو مقنن على كل الأطفال. نعم. بكافة الإعاقات اللي هي موجودة. نعمل على تعليم الأطفال مهارات الحياة اليومية، الجانب الإدراكي والجانب الحركي والتعليمي، تعديل السلوكيات، المعالجة اللفظية في حالة أن الطفل ما عنده مخارج الحروف غير صحيحة، مش قادر يتحدث، إضافة إلى غير قادر أن يكون جمل بكاملها. لدينا وحدة للمعالجة النطقية، ولدينا من الإعاقات معنا الإعاقة الذهنية ومتلازمة داون والقابلين للتعلم. معنا القابلين للتعلم لديهم إعاقات خفيفة، نحن نعمل على تأهيلها وبعدين ممكن نحن نقوم ندمجهم في مدارس التعليم الأساسي. وفي هذا الشأن عملنا على تدريب ما يقارب من 266 معلم ومعلمة. نعم. كيفية استقبال هؤلاء الأطفال وكيفية التعامل معهم وكيفية جعل هناك جمعيات وأصدقاء للمعاقين في المدارس مشان يكون في سهولية الحركة بالنسبة لهم. نعم. وسهولة ويتفاعلوا مع الأطفال الأسوية أيضا. أيوة. طبعا صندوق الاجتماعي للتنمية كما بدل مجهود كبير وساعد. نعم. نحن ما الذي قدمه لكم صندوق الاجتماعي للتنمية؟ عملنا نحن الرامبات، معنى كيف الطفل بيكون هناك أي إعاقة، معنى ممكن يروح للصف الدراسي، ممكن يروح إلى ساحة الأنشطة، ممكن يمارس نشاطه بشكل كويس جدا. عملنا دورات تدريبية كمان للأمهات، وعملنا دورات تدريبية للمعلمين والمعلمات. نعم. كيف يستقبلون هؤلاء بحيث لا يكون هناك أي فوارق أو بين الأطفال من ذوي الإعاقة والأطفال من الأطفال الأسوية. طبعا الحمد لله نحن نجحنا فيها،
واكثر اطفالنا اللي في المدارس هم من الاوائل في المدارس. نعم. ايوه نعم استاذة ليلى، زياره الدكتوره ابتهاج عبد القادر الكمال وزيره الشؤون الاجتماعيه والعمل، وايضا الاستاذ ايوب ابو بكر ايوب المدير العام لمكتب الشؤون الاجتماعيه والعمل لهذه الجمعيه، جمعيات ذوي الاحتياجات الخاصه ذوي الاعاقه حقيقه للتنميه في عدن في هنا في المنصوره بالتحديد. هذه الزيارات ما الذي اثمرت من قبل وزيره الشؤون الاجتماعيه والعمل وايضا من قبل مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، وهل هناك زيارات أخرى أيضا قاموا بها مسؤولين إلى هنا، وعن ماذا تمخضت هذه الزيارات بأكملها عن ماذا؟ طبعا هي لفتة طيبة من وزيرة الشؤون الاجتماعية، جاءت وزارة المركز. نعم طافت بأقصامها المركز. أيوة، وكان بحضور السيد أيوب أبو بكر أيوب مدير. نعم. عام مكتب الشؤون الاجتماعية ومدير عام صندوق المعاقين الأستاذ نزار رجاوي، وبذلت جهود كبيرة. نعم. أنها كيف تعمل على تحديث وتطوير البرامج بما يتناسب مع هذه الإعاقة، وفسح المجال لذوي الإعاقة بحصولهم على فرص العمل. نعم. في السوق المحلية. تعلمون أن كل البرامج الخاصة بالتأهيل والتدريب، لدينا أكثر من 8 ورش تدريبية، كل التدريب والمهن هي مصممة في التدريب لكي يتحصلوا ذوي الإعاقة على فرص عمل في السوق المحلية. نعم. بمعنى أن نحن نعمل على متطلبات سوق العمل، سواء كان من كادر بشري أو من منتج ينتجوا. نعم. إنتاج. اضافه لزيارتها كانت هي نعم زيارة. لها اهميه هذه الزيارات. كانت زيارها ما مدلولاتها؟ كانت زياره مثمره، وان شاء الله نحن نتامل ان يكون لها صدى اكبر بالنسبه لها، يعني ان تنقل معاناتكم للحكومه، باعتبار ان وزيره الشؤون الاجتماعيه والعمل هي جزء من الحكومه، ان تنقل معاناتكم لرئيس الحكومه دكتور احمد عبيد بن دغر، وايضا للدوله مواطنه بفخامه الاخ الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهوريه، وذلك لتخفيف من معاناتكم انتم في الجمعيه هنا وما تعانونه، حيث ان الوزيره قامت بنزول الميداني والتقت بجميع الموجودين هنا، ايضا طافت بجميع الاقسام، يعني عرفت معاناتكم. طبعا نحن اثناء الزياره نحن. نعم. شرحنا لها معاناتنا بالفعل، وفعلا هي بذلت مجهود كبير بالنسبه لزياره المراكز، مش الا مركز جمعيتنا. نعم. وهذا المركز عده مراكز. نعم. بما فيها مراكز الاسره المنتجه بالفعل، مراكز الاحداث الجامحين، التكافل الاجتماعي. نعم. زارت كل مركز يكمل الاخر. كل ايوه. نعم. زارت كثير من المراكز، وهي الآن تسعى على أساس أن كيف تدخل كثير من البرامج. نعم. على أساس أن تطور، تبحث عن تمويل، تبحث. نعم. حتى عن تمويل. نعم. للتطوير. نعم. للدعم والتطوير وتحديث البرامج ما يتناسب مع الحالات المطلوبة وما هي أولويات هذه المتطلبات التي نحن بصددها. نعم. هذا ما نأمله جميعنا، حيث أن اهتمام الوزارة في العمل يعمل على دعم وتشجيع العمل الذي تمس احتياجات شريحة هذه الشريحة بالذات ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الإعاقة أيضا وكافة المراكز التي ذكرتيها، وهم بحاجة أيضا لمثل هذه الزيارات وهذه اللمسة الكريمة من قبل وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، والاهتمام من قبل أيضا السلطة المحلية. لا ننسى دورهم أيضا، دورهم مفعل أيضا بالاهتمام بكم أنتم هنا في الجمعية. فعلا طبعا نحن كما تعلمون نحن بعد عام 2011 إلى. نعم. 2015 16 تعلمون أن الساحة كلها حدث فيها كثير من المؤاساة. نعم. وبعد الحرب أيضا هذه مدمرة كل شيء. أيوة. هناك العديد ممن. أيوة. يعانون الآن. أيوة. من إصابات من إعاقات. نعم. وكثير من الشباب اللي الشهداء نترحم لهم، الشهداء هؤلاء الذين بدلوا وضحوا في هذا الوطن، وكثير من الشباب التي وكثير حتى من الأطفال أصيبوا في هذه الحرب، ونتجت هذه الإصابات عن حدوث إعاقات دائمة. نعم. ولهذا يتطلب مننا ليس كجمعية ولكن كل المراكز والجمعيات في محافظة عدن يجب أن تكون هناك بيننا وبينهم شراكة بحيث أن كل واحد يكمل الآخر. طبعا كما تعلمون أن هؤلاء محتاجين إلى
اولا الجانب الصحي على اساس انه كيف يتعالجوا صحيا، وبعدين يتطلب مننا نحن نضع برامج للدعم النفسي لهؤلاء الجرحى، لانه صعب على لما يكون انسان كبير في السن وفجأة يحصل ذراعه مش موجود، أقدامه مش موجودة. نعم موجودة. لا يمكن حتى يتقبل أسرته ولا يتقبل المجتمع. بالفعل أنتم كيف تتعاملون مع هؤلاء؟ ولهذا هم محتاجين إلى كيف نعمل شراكة بيننا وبين مكتب الصحة. نعم. مكتب الصحة في محافظة عدن. نعم، ما الذي قدمه لكم مكتب الصحة؟ طبعا وزير الصحة وزار نحن. نعم. أيوة، هي لفتة طيبة جدا ونحن نشكر على الزيارة التي قام بها. زارنا نحن واتفقنا نحن وياه على أساس نحن كيف نحن نعمل برامج أو مذكرة مشتركة بيننا وبينهم. هم بيأخذوا الجانب الصحي وما يتعلق. نعم. بالجوانب الصحية. ونحن ممكن نضع برامج للدعم النفسي ونضع برامج لإعادة تأهيل ما يتناسب ويتلائم مع حالة العجز لكل حالة من هذه الحالات. نعم. وانت تعرفين أن أكثر الحالات هو من خريجين الجامعات. بالفعل تعرفي أن الواحد يتمنى أن وقد رسم في حياته ورسم تطورات مراحل حياته كيف بتستمر، والآن في إعاقات موجودة قد تحدث شرخ في هذه الـ 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 الأمال التي كانوا هم يتمنونها. ولكن إن شاء الله بالاتفاق مع وزيرة الشؤون الاجتماعية ومع مدير مكتب الصحة ومكتب الشؤون الاجتماعية بيكون هناك كثير من اللقاءات ان احنا كيف نعمل شراكة او مذكرات تفسيرة، كيف نحن نعمل على اساس ان كيف نقوم بتأهيل وتدريب هؤلاء الجرحى ما يتناسب مع حالة العجز. نعم، الذين فقدوا أطرافهم. نعم. وما يتناسب مع متطلبات سوق العمل. بالفعل. بحيث أن كل واحد كيف يحصل على فرصة ويكمل دراسته أو يكمل مستقبله أو يكمل حياته. نعم. حياة عادية. الحياة العادية. نعم. بعد تأهيله من قبل أنتم هنا في جمعية. لا يشعر بأي هناك أن في هناك إعاقات. طبعا نحن نبذل نحن نشكرهم ونبذلهم اللي قاموا من تضحيات سواء كان من شهداء او كان من جرحى، ونتمنى للجميع ان شاء الله ان يحظوا بمستقبل افضل وباماني اكثر في هذه في المجتمعات يعيشوا حياه طبيعيه ان شاء الله. هذا ما نتمناه حقيقه لاولئك ممن فقدوا اطرافهم خاصه في هذه الحرب التي دمرت كل شيء. نتمنى ان يكونوا بالفعل ان ياتوا الى هذا المركز وانتم تقدموا لهم كل الدعم والاهتمام والرعايه لهؤلاء ممن تم فقد لاطرافهم. نحن طبعا المركز المجمع والجمعيه مفتوحه. بالفعل. ولدينا مجموعه من المهن التي تتناسب مع متطلبات سوق العمل. نعم. ونحن نرحب بكل الشباب. نعم. بكل الشباب ان شاء الله. نحن الان وضعنا مشروع، المشروع هذا نحن نبحث عن مصدر دخل لهذا المشروع. المشروع هذا سنقوم نحن بتدريب هؤلاء خريجين الجامعات بحيث أن نحن نعمل شراكة بيننا وبين الشركات الأخرى. يعني كيف يوفرون فرص عمل. ممتاز. هذا واحد. نعم. إضافة لنا كيف نحن ندربهم على المهنة التي مثلا خريجين كلية الاقتصاد. نحن نبحث مثلا مع شركة يمن سوفت. نعم. في برامج مختصة يكون هناك مفاضلة في سوق العمل. نعم. بحيث نحن كيف نحن نعمل شراكة معاه يقوموا بتدريب هؤلاء الخريجين من كلية الاقتصاد بحيث أنه كيف يحصلوا على فرص عمل في الشركات. وفعلا نحن زرنا مجموعة من الشركات ونبحث الآن على ما دخل ردهم هذه الشركات. الشركات طرحوا بعض المعاناة التي عانوا مع الحرب ومشاكل الحرب. نعم، خاصة الظروف البلاد التي عانت من أيوة هذه الحرب. وزرنا الغرفة التجارية كما ولكن بدأوا يبذلوا مجهود بحيث ان احنا في حالة ان احنا نعمل احصاء كامل بعدد المتطلبات من فرص عمل لكل الاختصاصات الموجودة سيتم نحن سنعمل برنامج لتدريب هؤلاء الخريجين والتي ممكن يحصلوا على فرص عمل ان شاء الله بإذن الله في سوق العمل. نعم. ماذا عن الحالات البعيدة مثلا، كيف تعاملون معهم، كيف توفرون لهم؟ هناك حالات بحاجة لعلاجات، كيف يتم التعامل مع تلك الحالات التي تكون مثلا منازلهم بعيدة وهي بحاجة للعلاج؟ طبعا نحن كما تعلمون المركز هي في متوسط محافظة عدن مع ما بين الثمان المديريات. ونحن واضعين لكل مديرية باص خاص. نعم. بيجيب كل اللي هم محتاجين إلى تدريب ومحتاجين إلى تعليم. ونقوم الصباح بيجوا للصباح ويقوم صندوق المعاقين بدفع كل التكاليف الخاصة بتوصيل هؤلاء الأطفال وتغطية الميزانية التشغيلية لكافة الأنشطة. نعم.
صندوق المعاقين هو صندوق تم إنشاؤه يعني جديد؟ لا، الصندوق هو موجود من سابق. موجود؟ هو موجود من سابق. مهمة عمله؟ أيوة، الصندوق موجود من سابق وفي فروع على مستوى محافظات الجمهورية 23 محافظة. الآن بدأت ترتيب الأوضاع وأنشأ الصندوق في محافظة عدن الموضوع وعين له مدير للصندوق وبدأت الآن عملية ترتيب الصندوق وكيف يتم عملية ترتيب أنشطة هذا الصندوق. صندوق نعم. تعلم أنه يحتاج إلى فترة طويلة. نعم. وتحتاج بالتعاون إلى معكم بالتعاون في الجمعية. يحتاج إلى تدريب وتأهيل. نعم. للعاملين في هذا العمل بحيث أنه كيف يلبوا المشاكل التي تعاني منها الجمعيات وكذا المراكز التي تقوم بتأهيل وتدريب المعاقين. نعم. بالنسبة للأدوية وبالنسبة للوسائل المساعدة. نعم. كيف وسائل المساعدة. نعم الأدوية. طبعا الأدوية موقفة. ما فيش الآن لحد الآن. ما لماذا؟ ما السبب في ذلك؟ إلى حد الآن بيتم ترتيب الصندوق وعندما يتم ترتيب الصندوق إن شاء الله بيتم عمل توفير الأدوية. ألم تطلبون من وزارة الصحة من منظمات أخرى يعني تقدم دعم للأدوية لتوفيرها لهذه الجمعية والجمعيات الأخرى؟ طبعا الواحد دائما يعمل او واحد دائما يفكرون ان وزاره الشؤون الاجتماعيه هي المسؤوله عن ذوي الاعاقه. لا. نعم. لا، وزاره الصحه هي مسؤوله. نعم. التربيه والتعليم. نعم. التربيه والتعليم مسؤوله، التدريب المهني هم المسؤولين. نعم. الخدمه المدنيه يدخلهم المسؤول، كل الوزارات المعنيه لان في قانون. نعم. في قانون يعطي ان كل المعاقين يجب ان يحظوا بما يحظوا اليه الأسوية سواء كان من التعليم من جانب الصحه من جانب من كافه الجوانب من ناحيه الحياه بشكل عام. نعم. ولهذا نحن نسعى بقدر الامكان نحن كيف نتوصل لهؤلاء المعنيين بالامر، كيف يكون في شراكه بيننا وبين هؤلاء الذين بحيث ان احنا كيف نكمل بعضنا البعض وكيف يتحصل هؤلاء ذوي الاعاقه على فرص في التعليم، على فرص في التدريب، على فرص في حصولهم على في عمليه التشغيل والتدريب ومنح القروض لاقامه مشاريع صغيره مدره للدخل. مع ان الجمعيه الان لدينا اكثر من 85 مشروع مدر للدخل. ممتاز. ايوه، منحنا قروض صغيره بدون ما يكون هناك اي في فوائد او ذا، وعملنا على دراسه كل المناطق التي قمت في هذه المشاريع من ناحيه اقتصاديه. اذا كان في هناك مشاريع مماثله لمشاريعنا، ما هي المميزات التي تميز مشاريعنا عن المشاريع الاخرى؟ دربناهم على كيف يديرون هذه مشاريعهم، دربنا أسرهم كيف يساعدونهم بحيث أن احنا نعمل هذا المشروع ليس للفرد الوحدة ولكن العائلة كلها تشترك فيه. بالفعل. ممكن البنت المعاقة تقوم بالخياطة، الأم تقوم بعملية التسويق، الأخ ممكن يجيب المواد يعني المستخدمة في التصنيع. نعم. من السوق كل يكمل آخر. أيوة. زي. نعم. المشاريع العائلية. نعم. الآن نحن معنا أنت ممكن شغلتك عائلة كاملة. نعم. وفي نفس الوقت عملت على تحسين دخل الوضع المعيشي لهذه العائلة. طبعا حنطمح نكون اكثر من ذا ولكن امكانياتنا بسيطه جدا وعلى ضوء هذه الامكانيات نحن نعمل وان شاء الله نحن نتامل من صندوق المعاقين ان يعمل دائره خاصه بالمشاريع المدره للدخل لان ضروري لا يمكن ممكن تعطى مساعده المساعدات ممكن بالفعل. توقف لكن انت لما دربت ولديهم مهارات ويجب ان يكونوا فعالين في هذا المجتمع. نعم. ويجب ان يشتركوا في اعضاء خطط. أيوة. خطط التنميه والاقتصاديه. نعم. ويكونوا دورا كبير وفعال بالفعل. في هذا الجانب يجب ان تقوم بالتدريب والتأهيل تمنحهم هذه المشاريع بحيث ان يكون تساعدهم وتحفزهم. أيوة. نعم. ويكون مشاريع وفعلا زي ما رايتوا ان البنات الان في قسم الخياطه. نعم بالفعل. الان بدوا ينتجوا. نعم بالفعل طفنا. أيوة. في هذه الاقسام قسم الاشغال وقسم ايضا النجاره. قسم الاشغال بداوا الان ينتجوا. أيوة. يعني ملابس نسائيه. نعم. وايضا في وتسويقها. قسم النجاره ايضا يتم تسويقها ويقوم بالتسويق. نعم. وقسم الاشغال ايضا اليدويه طبعا. يعني اقسام عده. ايوه نحن كل الورش موجوده عندنا تمر بثلاث مراحل. نعم. مرحله التدريب، المرحلة الثانية اسمها الإنتاج أثناء التدريب، ممكن هم ينتجوا بس ما نقدرش نحن نسوق إنتاجهم. المرحلة الثالثة ينتج
كأنه في سوق العمل. هذه التجربة يخوض التجربة موجودة هنا في سوق العمل، بحيث أنه ما يتخرجوا ويتحصلوا على سوق العمل. لأن بالنسبة للوظائف الحكومية أو بالنسبة لمكتب العمل طبعا هناك في عزوف، في قرار مجلس الوزراء و5% بس ما فيش هذا قليل 5 ما فيش حد ينفذه، حتى ال5% ما فيش حد ينفذها. لماذا؟ لا القطاع الخاص، ما السبب في ذلك؟ لأن ما فيش رقابة. في قانون موجود والقانون غير فعال وما فيش هناك رقابة، ولهذا ما فيش هناك رقابة، ولهذا ما دائما عندما نحن نحضر في 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 في, في الاجتماعات الخاصة عندما يتم تحديد الوظائف ومتطلبات الوظائف للفروع الوزارات الموجودة في محافظة عدن، لا يعطى النصيب اللي فعلا مثلا التربية والتعليم عطوا لهم 300 وظيفة، يفترض ان 5% يكونوا من المعاقين، لا يعطى لهم هذه بالرغم ان المعاقين نادرا يعني هم ليس الاعاقه لا تمنعهم من الابداع. يعني هم مبدعين، هم عناصر فعاله، هم لديهم تحدي ولديهم بالفعل يتغلبوا على الاعاقه وفعلا، لكن ما فيش هناك اي رقابه التي تلزم تلك المرافق بحيث ان كيف يتم الالتزام بالخمسة في المئة التي يجب أن يأخذوها بتوظيف هؤلاء. وهذه هي المشكلة نحن اللي نعاني منها. نحن ممكن نعمل خطط وبرامج، ممكن ندرب، ولكن نحن مشكلتنا حسب القدرة أن فرص العمل في السوق لا تسمع. هذا تصوري أنت الآن كم عدد الجرحى؟ وزير الصحة لما زار قال عدد المصابين التي عدد الجرحى اللي هم موجودين 4000 جريح. تصوري 4000 على عدد المعاقين اللي موجودين سابقا. هذول المحصرون فرصة عمل فين يتجهوا؟ الحكومة هي المسؤولة عنهم. أستاذة ليلى، ما هي مطالبكم الحقيقية هنا في هذا المركز، ما هذه الجمعية، وماذا أيضا قدم لكم التحالف وبإيجاز بمختصر؟ طبعا نحن زرنا من سابق مكتب التحالف. ما الذي قدموا لكم؟ أيوة، عملوا نحن ترميمات وقدموا نحن باص 17 شخص كذا. هل تقدمتوا ببطالة؟ قدمنا لهم لست كامل بالأدوية اللي هي مطلوبة. وخاصة الأدوية الخاصة بالشلل الدماغي، الصرع الموجودين، السكر، الإعاقة الذهنية، لأن هذه الأدوية فعلا غالية في السوق للأسر مش قادر أن تشتريها. تصوري دواء الصرع من 30,000، دواء النشاط الزائد من 30,000، الأسرة مش قادرة، أكثر المعاقين والأسر فقيرة مش قادرة أن تقوم بشراء هذا. بس إلى حد الآن نحن نتمنى أن يستجيبوا إن شاء الله هم التحالف وأيضا الدولة أن تساعدكم، الحكومة تساعدكم أيضا إن شاء الله في توفير كل ما تطلب في هذه الجمعية. الآن أنتم نحن صندوق المعاقين، يعني هذا نحن صوتنا أنضمه مع صوتكم وللدولة وللحكومة أن تساعدكم في هذه الجمعية، وذلك خدمة لدول الإعاقة، دول الاحتياجات الخاصة التي هم بأمس الحاجة لهذا الدعم. طبعا صندوق المعاقين هو الآن في دور التأسيس وفي دور كيف يبحث عن مصادر تمويل، وإن شاء الله نحن كل طلباتنا من وسائل مساعدة ومساندة، إضافة إلى الأدوية إن شاء الله. أيوة، إضافة إلى هو توظيف المعاقين. هي مشكلتنا هي التوظيف المعاقين. إن شاء الله لم يحصل على توظيف أبدا خلال السنوات هذه الطويلة كلها. أتصوري أن ممكن الآن بيوصلوا إلى في بعض المجموع بيوصلوا إلى سن 45 سنة. بعد 45 سنة ما فيش أي توظيف، فين يتجهوا هؤلاء؟ بالفعل هذه المشكلة اللي نحن أكثر المشاكل اللي نحن معها هي عدم توظيف المعاقين ذوي الإعاقة، وعدم توفير وسائل المواصلات القديمة جدا. الوسائل كلها موجودة من التسعينات. نتمنى أن تطور إن شاء الله وأن يقدم لكم إن شاء الله. إن شاء الله نتمنى من وزارة الشؤون الاجتماعية، ونتمنى من التحالف، ونتمنى من الدولة نفسها والهيئات والمنظمات أيضا أن يلفتوا النظر لهذا. أيوة، بحيث أن نحن كيف يلفتوا إليكم أنتم في الجمعية. بحيث أن نحن كيف نقدم خدمات فعلية. بالفعل. فعلية. سواء كنت أنتم في هذه الجمعية أو الجمعيات الأخرى أيضا. أيوة، كل يعني كل جمعية تكمل الآخر. لأن الآن تضاعف عدد ذوي الإعاقة، تضاعف نتيجة الوضع السياسي الموجود في النزاعات السياسية. نعم، ظروف البلاد أيضا إنه البلاد تمر بحالة حرب. وبالتالي يتضاعف اكثر فاكثر عدد المعاقين. نتمنى ان يلفتوا النظر ويكون ان شاء الله. والوزاره التشغيليه
طبعا ميزان التشغيل حدث ولا حرج يعني. الميزان التشغيل لحد الان نحن في انتظارها. نحن كنا قبل امس في اجتماع مع مدير الصندوق. نعم. واوعد ان شاء الله ان خلال العشر الايام القادمه ستاتي لدى اضافه الى رواتب ثلاثة اشهر من ناس. نعم بالفعل لانهم يشكون الموظفين هنا في والمتعاقدين هنا يشكون من عدم استلامهم لهذه الرواتب. فعندما تاتي هذه ميزانيه التشغيل سيتم العمل وسيتم ايضا النهوض بهذه الجمعيه. لا تعطي انت حافز. انا نشوف الوضع الاقتصادي اذا واحد ما قدرش يستلم ومش عاد راتب زي ما تكون حافز ليس راتب وانما نعم. حافز موجود. نعم. ان شاء الله خلال هذه الفتره زي ما اوعد مدير الصندوق أنه ممكن يسلم خلال 10 الأيام القادمة مع الميزانية التشغيل بإذن الله تعالى. إن شاء الله نتمنى إن شاء الله أن تكون هذه الميزانية تفي بالغرض إن شاء الله. أن لا تكون مثل العوامة السابقة يعني ميزانية قليلة لأن ظروف هذه الجمعية تحتاج بكثرة يعني معاناتكم لتحسين هذه الجمعية من خلال الزيادة في الميزانية التشغيلية. هي فعلا نحن وضعنا حتى الميزانية التشغيلية لعام 2018 وضعناها 100%. أنت عارفة مادة المحروقات كم زادت؟ 300%. بالفعل نحن معانا لعدم يتوفر البنزين. أيوة. معانا 8 باصات على مستوى مديريات المحافظة. نعم. معانا مولد. نعم. هذه من أبرز الصعاب اللي تواجهتهم. من أبرز الصعاب. وتعرف أنه مش معقول أن أسر المعاقين ممكن. نعم. يجيبوا زي ما شاءت أنه من أسر فقيرة. نعم. وصعب أنهم ينقلوا أطفالهم من بعض المديريات الأخرى. نعم. ولكن نحن قدمنا الميزانية وإن شاء الله بعد حوالي 5 أيام بيكون هناك في لقاء مع مدير صندوق المعاقين ورؤساء الجمعيات والمراكز إضافة والمحاسبين. نعم. والمحاسب الموجود بيتم مناقشة الميزانية المقترحة. المقترح عام 2018. نعم. نتمنى أن تكون هذه الزيادة ولو حتى 50% إلى الميزانية السابقة إن شاء الله. أستاذة ليلى أيضا هل قمتم بتنظيم ورش عمل لهذه الجمعية وجمعيات أخرى يعني تبادل آراء تبادل أفكار يعني كل جمعية هي شبكة تواصل كل جمعية مرتبطة بالجمعية الأخرى تكمل عمل الآخر. طبعا نحن التقينا حوالي في شبكه ترابط الجمعيات بشكل عام. فعلا ما فيش حد بيشتغل سواء كان من مركز في جمعيه. نعم. كلها النجاح الا بالترابط بهذه الشبكات المترابطه بكافه الاعاقات لان عندنا نحن نظام الاحاله. هم يحيلوا لعندهم نحن ممكن نحيل لعندنا وكل اعاقه لها تخصص خاص وجمعيه خاصه. نعم. في محافظه عدن اكثر من 20 جمعيه نوعيه. وكل جمعيه تقوم بمهام محددة وأنشطة محددة تختلف عن الأخرى. نحن عملنا لقاءين قام بتنظيم اتحاد المعاقين واتفقنا في هذه اللقاءات أنها تكون لقاءات مستمرة على الأقل كل 6 أشهر. نتبادل فيها الخبرات والآراء تطوير البرامج وتحديث. نعم. البرامج. نستفيد كل جمعية أو مركز يستفيد من بعضها الآخر وكيف نحن نعمل هذه الشبكة بحيث أن يكون نظام الإحالة النظام التي نحن نعتمد عليه. نعم. حتى ضمن مصادر المجموعات التي تجي عندنا نحن يكون هناك في مصادر كيف نعتمد على هذه المصادر بحيث أن نحن كيف نستقبل وكيف نحن نحيل لتلك الجمعيات التي تقوم بالدور الآخر التي يجب أن يكون الدور الآخر المكمل لأنشطتنا التي نحن نعمل. نعم. عليها. حتى أيضا رأينا أثناء طوفنا يعني في أرقة الأقسام أيضا الأطفال هناك يعني المدرسين كيف يهتمون بالأطفال الصغار المعاقين ذهنيا أيضا المعاقين حركيا أيضا هناك العلاج الطبيعي وغيرها أيضا اليوم العالمي للتوحد للأطفال ذوي الإعاقات الذهنية يعني بمعنى أن هذه الجمعية تهتم بكل ذلك من خلال ما تقدم هذه الجمعية لهؤلاء الأطفال وللكبار أيضا. طبعا نحن وضعنا خطة كاملة متكاملة. نعم شاملة. وأشركنا في هذه الخطة الأمهات. نعم. لأن البرنامج لأن نحن وضعنا هدف. شمال أمهات الأسر. أيوة بالذات. أيوة. نعم. نحن وضعنا هدف. كيف تعملوا مع هؤلاء؟ نحن وضعنا هدف. نعم. لكي تصبح الأم معلمة لطفلها. بالفعل. معنا ممكن الأمهات لاحظتوا أنتم الأم ممكن تقوم بدور المعلمة. بالفعل. تقوم بدور المعلمة وتتعلم على نفس المهارات التي يتعلم عليها الطفلة.
وطبعا المعلمات والأخصائيين والإدارة والمدربين حتى عمال الخدمات يبذلون مجهود الكل يبذل مجهود في هذا نعم في هذا الصحة والعافية نعم يبذل المجهود وكل واحد يكمل الآخر بالفعل. الكل يبذل المجهود نعم بالرغم من الظروف الصعبة ولكنهم صامدين لكنهم صامدين وواقفين نعم يؤدون عملهم على أكمل وجه ونتمنى لهم إن شاء الله كل التوفيق ونتمنى لهم وهذا في ميزان حسنات الجميع بالفعل ونتمنى نعم. من الجميع أن يكون هنا نحن نعتبر رسالتكم في الأخير أستاذة ليلى ما هي رسالتكم لكافة الجهات ما هي رسالتكم رسالة الجمعية والله نحن رسالتنا أول رسالة نحن نوجهها لوزارة الشؤون الاجتماعية ومكتب الصحة نعم. أن يكون هناك مذكرة تفاهم ما بين الوزارتين لأن نحن نكمل بعضنا البعض بحيث أن تكون برامجنا مشتركة وكل نكمل الآخر حتى لو نحن لو تحدثنا عن الأدوية الأدوية هي الصحة مسؤولة عنها نعم. بدرجة أولى الصحة مسؤولة عنها أيضا المعدات أيوة المعدات الطبية هي الصحة مسؤولة نعم كل ما يتعلق بالجمعية أيوة. بحاجة لها الوزارة أيوة. الصحة وأيضا الشؤون الاجتماعية نعم بحاجة وزارة الشؤون الاجتماعية الشيء الثاني كمان نحن لو تكلمنا عن استقبال الأطفال أو بالنسبة للمدارس أو التربية والتعليم هي المسؤولة عنها نعم. وكل جهة من هذه الجهات والوزارات يجب أن تكون كلها مع بعض مشتركة وكلها أن تكمل لها بحيث أن احنا لا, 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 لا يشعر ذوي الإعاقة بأن هناك في تفرقة موجودة في التعامل وفي تقديم الخدمات وأن يجب أن يحيا حياة سعيدة ويعيش حياة طبيعية في هذا المجتمع نعم هذه هي رسالتكم هي هذه كلمتكم الأخيرة التي نختم بها هذا البرنامج إذن مشاهدينا الكرام حقيقة بالفعل لكي نحيا حياة سعيدة لكي يحيوا حياة سعيدة ذوي الاحتياجات الخاصة ذوي الإعاقة لابد من الاهتمام بهم لابد من رعايتهم لابد من أن نلتفت إليهم لابد من تقديم أوجه الدعم إليهم من قبل كافة الجهات لأنهم بحاجة ماسة لهذا الدعم ولهذه اللفتة الكريمة ونقول أستاذة ليلى أن الإعاقة لن تكون سببا في إعاقة الإبداع أيضا نقول بأن الإعاقة الحقيقية هي ليست الإعاقة العقلية والحركية وإنما هي الإعاقة ماذا؟ هي الإعاقة إعاقة الفكر المتطرف الفكر هذا الفكر الذي من قبل الآخرين الذين يعيشون الذين يعبثون بأمن واستقرار هذا الوطن فهؤلاء المعاقين لابد لهم من حياة طبيعية لابد من الاهتمام بهم فهم جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع اليمني ومن هذا الوطن العربي والعالم أجمع إذن في نهاية هذا اللقاء أستاذة ليلى نتمنى لهذه الكلمات لهذه الدعوة لهذه الرسالة أن تلقى صدى من قبل كافة الجهات المختصة وأن تزدهر هذه الجمعية وتنشط مرة أخرى إن شاء الله ولأن بحاجة حقيقة من حيث يعني طوافنا في الأقسام لمسنا المعاناة الحقيقة التي تعانيها هذه الجمعية نشكركم نشكر جهودكم المبذولة في هذه الجمعية أستاذة ليلى وفقكم الله وفقكم الله ونشكركم أنت باللفتة الطيبة ونزولكم نعم هذا من واجبنا واجب الإعلام أن نظهر الرأي نعم بالفعل ونشكر وزيرة الشؤون الاجتماعية وزير الصحة إن شاء الله ومدراء نعم. المكاتب ما يبذلون من مجهود ومدير صندوق المعاقين جهود حديثة تبذل ولكن إن شاء الله أن تكلل تلك الجهود بالنجاح إن شاء الله إذن مشاهدين الكرام في كل مكان في نهاية هذا اللقاء باسمكم جميعا أشكر أستاذة ليلى باشميلة رئيسة جمعية ذوي الاحتياجات الخاصة ذوي الإعاقة للتنمية في العاصمة المؤقتة عدن شكرا جزيلا أستاذة ليلى نلتقيك إن شاء الله في لقاءات قادمة ونتمنى لهذه الجمعية كل التقدم كل التطور كل التحسين لما له خدمة لذوي الاحتياجات الخاصة لذوي الإعاقة شكرا جزيلا وفقكم الله لكل ما تقومون به لخدمة هذا المعاق شكرا جزيلا وفقكم الله في رسالتكم الإعلامية إن شاء الله أعطيكم إن شاء الله شكرا جزيلا إذا مشاهدين في كل مكان وصلنا إلى ختام هذا اللقاء وهذا البرنامج في نهاية هذا اللقاء نشكركم على متابعتكم لنا ونلتقيكم إن شاء الله في لقاءات قادمة حتى ذلك الحين لكم تحياتي أنا روى عصمت وكافة طاقم العمل وفي أمان الله أستودعكم